قول مفرد الكلمة كلمة قول قوية قول مفرد مفردة وعند الله بينا كتاب في قدر أهم مقصود كيسي وأنا يسوع شجنا يشرح يا مثل بيسوع حجرا سو 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 بطن يا ابن هشام يا إسكالة شرح على ابن هشام لا إسكالة بل أنت مثل يا مركو شيء وشرح براعنا يا وحنا قلنا حيسين يا مثل يا مركو بالله يا صاد أي قرة يا حرف كصادة سوى قوة قال المصنف شرح مركو بالله يا شين أي بالله يا سوى قوة قال الشارح مركو على ما سوق ليالي الكلمة قول مفرد انت سوى متنه كذب من شرح الراع الدورة كلمة محل يرى هذا كلمة كلم كلام قول وحن روائل تعريفية سيدي الحوالي بقى قصة من الكتب تهاري كلمة روائل تعريفية كلمة وحل يرى هذا بكل قول مفرد قول مفرد وهي شرح وحقوق تعريفين دورة قول يا مفرد وحلو جيده يتعريفين دونا الكلمة كلمة قول وحلوها بلوية مفرد وهدنا لكليان مركبة هين تطلق الكلمة كلمة وحلو إطلاقها في اللغة حق اللغة على الجملة جملة لو إطلاقها جملة المفيدة فائدينيس جملة لن المفيدة كلمة حق اللغة نحو ذا ماها إصلاح نحو ذا ماها لغة أهان والإسكالي كرا كلمة وحده كتامانتا حضرت المسجد فألقى الإمام أمامنا خطيبك وحوهرت عنا ذكو أغرية كلمة براغة بلا كلمة المحدود جيدة خطبة يوضن وجملوين كافراها بلا ولنك أغرين هي كلمة لهك وحده استمعته كلمة الخطيب أما استمعت كلمة الرئيس من حوينها كلمة دي سيبان دي استمعت يعني هذا الكلام ما يجريات كلمة لأنها هي حق اللغة كلمة والو إطلاق الكرية كلام الجملوين دان ساسو وضع معنى تطلق الكلمة كلمة والو إطلاقها في اللغة حق اللغة على الجملة جملة لو إطلاقها جملة دي المفيدة فائدينيس كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها كلا أرنك السيدة ماها إنها إن هذا ضميرك وحلو علينا وهذا الكينيك أكو هذا لك ونك كافر كها لمن يأوحي إلي رب رجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كسؤال له إلي إنها نك وحا أكو هذا لك كلمة كلمة وي كلمة هو نك قائلها من إسكير أويه ألغي يليني إشارة إشارة درتادو الله سيدا أجرى إلى قوله بإشارة يا رب رجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت انت سو اسودت كلمة ربي أو ربي ومنادى حرف نديه اللي جاي وأنا منادى مضاف ولي يا المتكلم لو إضافي لحد اللغة يكون بنا على يدك بدوي ارجعوني نوا جملة فعل وأمر يا فاعل يا مفعول إسكسارة لعلي أعمل صالحا فيما تركت ولعل يسمى جدي يولي بخبر كذي وجملة سين نقضي وحاسوتنا هو اسمه إله وحده إنها كلمة وكاللغة هان كلمة جملة لنا يا الله كرا وفي الاصطلاح حاجة اصطلاحنا كلمة وحلو إطلاقها على القول القول المفرد أي مفرد القول المفرد أي كلمة ليرهلا والمراد أجدنا بالقول قول حلوجة إذا اللفظ اللفظي الدال تسي على معنى معنى تسي كرجل وفرس يصير رجل يفرس وكله قول مفرد صمهم قول برواين وكبر قول وحويان لفظ معنى له لفظ معنى له يا قول لي هذا مرك لفظ محل لي هذا لفظ وهذا نقص فصيريا والمراد أجدنا بالقول قول حلوغة جينا اللفظ اللفظي الدال تسي على معنى معنى تسي كرجل وفرس واسيد الرجل يا فرس وكري والمراد أجدنا باللفظ لفظ حلوغة جينا الصوت صوت عد المشتمل وته
على بعض الحروف الهجائية حروفتي هجائية هاي تقارك هذا وطا وهي اللفظ محلية إلا قلب وحكو تعريفي اللفظ الدال على معنى صموسة اللفظ لفظ محلية هذا لفظ محلية هذا صاد حروف الهجائية وطا على بعض الحروف والمراد جيدنا باللفظ لفظ محلية جينا الصوت المشتمل وطا على بعض الحروف حروف قارك هذا وطا وهي حروفتي الهجائية تي هجائية هاي حروف الهجائي وحلي هذا حروف حبر حبر الله تريه ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى ياء لقى جارو كاسا حروف الهجائي اللي يغان مركا صاد حروف تقار كم من أوتو كاسا لفظ اللي يري هذا سواء وحا اسكم من صوت كاسي دلة تسيا على معنى المعنى تسيا كزيد واسيد الزيد وكلي أم لم يدل أما معنى تسينينا كديزن سيد ديز أوكله مقلوبة زيد زيد لد بجدي حاد وياه يعني زيد بلد بجدي أو زادي زم بيسين دالك يقدم بينا صهر مري ديز ونغنا هذا بعد ديز معنا ملها واحد ديز لي هذا بتشله لكن واصوت صوت بوي مر هذا صوت حروف توتي هاي والله صدي زيد هدوية هي معنى أولي هي نوع اللفظ مالك اللفظ صوت حروف وطوية معنى هلا هلا بيولو هانيني ساسو اتشيدا وقد تبين وحا عبادي أن كل قول قول كستا لفظ إنو يهي ولا ينعكس من الدبقة الدسمي وهي هي وحا حتى فهمتو بقراتي قول محالي يرى هذا اللفظ معنى له سمعين لفظ نمحوها صوت حروف الهجائي وطمعنى هلا هذا بيولو هانيني هذا قولك لازم واللفظ معنى ليس معنى قول روى وذا اللفظ لكن لفظ يؤمن قول معها ويقول معنى إنه لي شرط أهي لفظنا إنه سن معنى لها نبا بدعي كذو ديز أو كلي أوي هي لكن مدى بقد اسمه يسير أي أجيدة والمراد أجيدنا بالمفرد قول المفرد سأقومون قول وكسوب حيوكو تعريفية قول بحالي إلى هذا لفظ معنى له لفظ محلي لهذا صوت حروف الهجائي وطا معنى هلا هذا أميول هانينه وهي مفرد محويها والمراد جيدنا بالمفرد مفرد وحلوغة جيدا ما شيء لا يدل أسا تسينين جزءه قيب كمده على جزء معناه معنيه سقيب كمده أسا تسينين وذلك نحو زيد يعني مفرد نحويين توحيد يقانان إذا باب والباب وحقار إلوية قاني وصوبران وباب معرفة علامات الإعراب هذه الجواب ما ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة باب الخبر يما لها هذه الجواب ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة باب لا تعمل عمل إن منادئ هذه الجواب ما ليس مضافا وعني صوبران لكن كل أيها هذا المفرد وحلو جيلة مركز الجواب باب كان باب الكلمة مرك اللي تشوفه مفرد وحالي إلى هذا ما لا يدل جزءه على جزء معناه يقول جيدا كلمة أجزادة أي كوابانتا أجزادة حروف طوال أي كوابانتا هاي حرف هذه لك لقد قاضه معنى الآن ونقول يا حرف اسودت كمعنيه وكتوسة يقيم كميدة كوتوسة يمجر مثال أسلام كوكيرية زيد ومفرد معنى لي هي نين مجيء واي زيد ونين مجيء ومعنى لي هي وأنا مفرد مفرد إنه يا وحكم قراني زيد هذي لك لقاده وزاد الجوني لقاده يأذ الجوني لقاده ذلك الجوني لقاده مركو إسوتي معنيه وكتوسي أنين كان تاجنا قب كم إذا حروف تقوم تسيس الله به ما يزيد زاد ما الحين إنك أي يخدعي أي مقع عطاي يا ذا على شيء مقع عطاي ذلك اللغة هاي مقع عطاي لما ده هاي هدي لك لقى هذا معنى الآر ونقوني هدي اللي سكون برانا معنى ونقوني زيد وزاد يا ذي ذلك مرك اللي سكينه معنى يهرني كاسة وحلي له هذا مفرد ساسو أجيدا معنى والمراد أجيدنا بالمفرد مفرد وحلو أجيدا ما شيء لا يدل أسا تسينين جزءه قيب كمنا على جزء معناه معنيه سقيب كم إذا كبرت سنيه
وذلك كاس مفرد كأه نحو زيد زيد أو كلوي فإن أجزاءه زيد قيمه أجزاءه وهي قيمها أنكو شيئين الزاي والياء والدال ويانه إذا أفردت هذه لك لقد قاضه لا تدل تسي ميسو على شيء وح أو مما كي كمده يدل أتسيني هو ما عليه هو زيد عليه ما أكتسيني بخلاف قولك أي خلاف سن غلام زيد أتري أو غلام زيد مركب مفرد معه وأي غلام يزيد هذه لك لقاضه اسودت كمعنيه وكبوت تسيني وغلام زيد زيد يا غلام كود تسيني صماع هدي لك رقاده اسودت كقيب كمدو كتسيني سلا يوجينا فإن كل مد كستا أو من جزء أيه غلام زيد اللي بدي يس جزء مد كستا أو غلام أبو زيد وهما اللي بدي جزء الغلام يا وزيد وياه دال وحو تسيني على جزء معناه معنيه يسي هوري قيب كمدو أيو كتسيني فهذا كان يسمى واحد لغمة عابة مركبة مركبة أي لغمة عابة لا مفرد مفرد لغمة عابة فإن قلت الكلمة قول مفرد انت عسو صو شرحي هده هورا بعينه كوي لهده الكلمة كتابة النحوة انت بضل كلمة وكا تعريفين ايا وحي لهده الكلمة لفظ وضع لمعنى الكلمة كلمة لفظ 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 أو وضع لودجي لمعنى معنى لودجي سأسير هذا وصنف كان ابن هشام المحوض هاي الكلمة لفظ وضع ما شو ديه لها يوحو الكلمة قول مفرد وحسوي دينا الكلمة لفظ وضع وضع محاق وتكتب تأسر وعيد قوشه فإن قلت هذه آتنا فلما محاذا لاشترطت آلا أشرطين في الكلمة كلمة محاذا أشرطين الوضع وضع بحاجة أشرطين ويدا وضع وعيد معنى ليه كما اشترطت سنة أشرطين من قال قلدي تري الكلمة لفظ لفظ ويدا لفظ أو وضع لودجي لمعنى معناه أو مفرد قلدي سنة تري لفظ وضعي باي شيئين سوما وضع لمعنى ما هذا الشيء ويدا هذا تيرو قلت وحنقول أي هاي إنما احتاجوا قرادة ويباهدين إلى ذلك وضعي إن أي شرطيان ووضعي أي شيئان أي أباهدين لأخذهم قال شدو ذا درتين أي أباهدين اللفظ اللفظ باي قاتين جنسا حال أي كتعريفين أيين للكلمة كلمة وكلمة بركة تعريفين أيين وحي إلى هذا الكلمة لفظ لفظي الله أقرب سماه وأنا هذا الشيء من معنى له يمين عن معنى لهين هذا بقى الكلمة اللفظ المكيرة هذين كي عن معناها لهين سيء أب حيان يوح أب هذين إلى يرى هذين وضع لمعنى مركا أيها السنة أي أب هذين واللفظ اللفظ ينقسمه أقرب سماه إلى موضوع من معنى اللودجية ومهمل من معنى لهان أي أقرب سماه فاحتاجوا أباهدين إلى الاحتراز إلى إسكاء إلاليان عن المهملة كأن معناها لهين إلى إسكاء إلاليان بذكر الوضع وضع الشريد إلى إسكاء إلاليان ووضع إلى يرهدان مركز أباهدين سكي أن معناها لهين أي أبحيان ولما أخذت مركي أن قاتي أنيك القول قول مركي أن قاتي جنسا حال أن كنت عريفيني للكلمة كلمة أن كنت عريفيني وكلمة مركو تعريفيني الكلمة قول بويل الكلمة لفظ المؤسن له مركان قول قاتي كلمة إن كنت عريفيه وهو قول كان خاص وحبوني هي بالموضوع ومعنى له كان معناها له أكري أي قول لي رهداية مركان قاتي أغناني وحقيقة كافية ذلك قال شرع عن قول قاتي عن اشتراط الوضع وضعين عن شرطيه يوجد كافي سلامتها وضعي معنى وإنه له هذا هو هذا قولنا كي معنى وحي معنى له بقول لي له مركا مره دي عن قول قاتي وضعين عن شاقه ببهني وإيه كافي تا حق قولي فإن قلتها
halkan waxa uu rabaa inuu yiraahdo oo sidaadaba maxad musannifiinti ka horeeyay u raaci weeyay oo al kalimatu lafdh wudaa maxad u dhihi weeyay lafdh maxad u dhihi weeyay oo qawl maxad u tiray waxaanu leeyahay al kalimatu lafdh hadaan iraahdo waa tacriif fog marka aan tacriifinayo meel fog inaan soo maray noqoni waxay noqoni لفظ ما كان إلى هذا لفظ يمين معنى له يمين عن معنى لهين وقف سماي كي عن معناها لهين إن إسك صاروا أو المركا وضع إلى هذا الكلمة قول هذان إلى هذا قول كتعريفي أنا وتعريف لو سيدنا أنا مركا وقت المامي ميل لو إن وقت كتلمانته يتلمان فوق إن تصامرته تلمانته لو إن المرتوع يافي عنه مثال لنا هدو كوية لهذا المجال مساجد كمجال هذا كوية على إيه تلمان هذا ماشي نشوفه مجال هذا مساجد كمجال هذا كوية على إيه تلمان هدو كوية لهذا وضد أغطه سواء أنا أتلمان طاح وين أترى على هالك نتبح قرية بدع كمر كاكا لميدي كمر جيت كاسلا عمر وكا هدي كورا مساجد كإيه تلمان من كمر كوية لهذا مجال هذا ماشي اللي قصه وقال إيه تلمان تكسوب اللوضو خلط واي ما فعل marka wuxuu leeyahay mar aniga hadii aan tacriifinayo kelima tilmaanti ugu dhaweeyda ku tacriifiyay qawluna ila qawlku wixii macno leh baaba loo isticmaalayay ayaguna tilmaan fog ay soo mareen oo lafdun bay yiraahdeen lafdigana mid aan macno lahayn iyo mid macno leh ayuu u qaybsamaa marka tacriifkayga dhowa ka fiican saasu ku wadaa intaa inuu yiraahdu raba fain qulta hadii aad tiraahdo falima maxay cadalta uga leexatay عن اللفظ لفظ محل أقول لي حتى إلى القول قول محل أقول لي حتى هذا إتراهضه قلت وحن كل أيها لأن اللفظ لفظ جنس جنسي جنس تعريفه يعني قريب أو بعيد فوق وجهه لأن اللفظ لفظ جنس جنسي بعيد فوق ولا فوق يه لانطلاقه كدر ميا يعني وحو صومر يا على المهمل من المعنى الهادي والمستعمل من معنى اللفظ ومري كما ذكرنا سنة عن سوشيالي والقول قول كان جنس تعريف ويقريب دو لاختصاصه كخاص أهانشيه سدرته هذا بالمستعمل من معنى له كلا يخاص كيه واستعمال الأجناس الجنسية استعمال خود البعيدة إيفو تعريف فوق إن أتصامرته في الحدود مكا وحنا تلمامة يلا حدين أيو معيب عيب وي عند أهل النظر منطقة دد كيسا أهل النظر منطقة اللي هي اللي هذا ما منطقة تدك أصاحبك تعريف كي يقانو مركا واحد تعريفين الجنس فوق إنها تكون تعريف سو هذا الجنس لو هلي كرو عيب واي كسر أصلا أقول له حدو ليه وهي كلمة اسم وفعل وحرف واسم هي فعل هي حرف وأنت النقاد اسم هي فعل هي حرف لما شرع لما ذكرت مركي عن شيء حد الكلمة كلمة تعريف كذا ما كان شيء ما كان كلمة دي كو تعريفي قول المفرد وكو تعريفي بينت وحنا عدي أنها كلمة جنس جنسي إنه يعني جنس قو تحته وهوستي سأكوس وأنت ثلاثة أنواع سدحنا وحقو شيء كلمة دي وحقو شيء تعريفية سما حد ما كلمة جنس ويانو سدح أيقها سوان معي تي سدحها الاسم والفعل والحرف والدليل كان تسيني على انحصار أنواعها كلمة النوعية لأن إني كوبيهين في هذه ثلاثة سندح اسم يفعل يحرف سندح لها كلمة إني كوبان تهي وحا الدليل الاستقراء راعدة استقراء حالي لهذا إلا الرياد رياضية وحاني وكلام كان ذاتكي كهذا ليو دل لكلمه كدي من الناس سدح لها كريه الله أركي وحكا للا ما أركي استغراسها سوء جيدا والدليل وكان تبسيني على استغراء أنواعها كلمة أنواع ديلا كوبني ديلا على في هذه ثلاثة سدح لها يقوى بنتهاي الاستغراء راعدة يتطبع ويه ويه فإن علماء هذا الفن فن نحو ذا علماء ديسي تتبعوا وحي الأثرياديين ورها راعين كلام العربي عرب كلام كذا أي رها راعين فلم يجدوا ما ينهلين إلا ثلاثة أنواع سدح نوع موية وح كلمة ينهلين فلو كان
كان هدوما ماشى من كسوغن يهي نوع رابع نوع أفراد هدو كسوغنان لها اسم يفعل حرف بوية وحكا لها هدو جري لها لعثروا ويطالع لها ويأركي لها على شيء وحبا يأركي لها شيء منه كأفراد كمدة كان أفراد وحبا يأركي لها مركا كلامك عرفتنا عراعين أسد حدا كلي أي أركينه وح أفراد ما أيان أركين ساسو إجينا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هيك ورمى